السلام عليكم ورحمة الله أخوتي، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة. تحية لكم، تحية لجميع المتتبعين في كل مكان. الإخوة، اليوم غادي نوضحوا واحد النقطة، هي القاعدة كيفاش نتعلم الرجوع للخلف بشاحنة طويلة. غادي نوضحها لكم يعني بالسبورة، نوضح لكم كيفاش عدة نقاط اللي غادي إن شاء الله تساعدكم خصوصا للمبتدئين. شحال من واحد في الاول تيجي وكيزرب ما كيعرفش كيفاش يبدا مشاريع، كيفاش يدير هذه، كيفاش هذا، يعني تيلقى صعوبه كبيره باش يتعلم. والرجوع للخلف شاحنه طويله، يعني ذات القاطره ومقطوره، اي تراكتور ولا رومورك، يعني تترابطوا فيها صعوبه في المشاريع، خصوصا كما قلت لكم اللي ما خدمش عقله وما تبعش القاعده. يعني لا باز ديال في الاول خاصك تدير واحد افكار باش ان شاء الله تعلم بسرعه، وهذا الشيء اللي غادي نوضح لكم اليوم ان شاء الله. نمشيو على بركه الله. عندنا اخوتي شاحنه نورمال، يعني شاحنه عاديه، تتسمى شاحنه ايزولي، ما فيهاش قاطره ومقطوره، يعني منعزله كما كنقولوا باللغه العربيه، منعزله. فعندنا شاحنه مترابطه، اي جار ومجرور كما كنقولوا، او سمي رومورك. فين كاين الاختلاف؟ غالبا فين كاين الاختلاف في الرجوع للخلف، يعني الرجوع للخلف عكس هذه. مثلا شاحنه عاديه كتقلب الفولا على اليسار، المقود على اليسار، كتهرب لك الشاحنه على اليسار. الا قلبتي على اليمين كتهرب لك على اليمين. عكس شاحنه مترابطه، اي قاطره ومقطوره، اي تراكتور ولا رومورك، الا قلبتي على اليسار كتهرب لك الشاحنه على اليمين. دابا حنا نعطيكم ان شاء دابا اليوم نعطيكم ان شاء الله واحد القاعده غتتبعوها ان شاء الله، ولا تبعتوها مزيان غادي تنجحوا في الرجوع للخلف في السياقه ان شاء الله، وتوليو محترفين. فبالنسبه للرجوع الى الخلف هناك عده طرق على حسب الشركات. كاين الشركات اللي عندهم الميزاكي دايرين هكذا، مثلا كاين الشركات اللي عندهم اللي كيديرين هكذا، كاين اللي عندهم هكذا على حسب الشركات. نعطيكم مثال، مثلا مشيت عند شي شركه، هذا هو الميزاكي ديالها، عندهم اللي كيديرين هكذا، هذه شاحنه هنا، هنا كتلقى شاحنه مثلا، هنا قالوا لي بلاصي هنا مثلا في رقم 2. شنو غادي ندير انا الا جيت بالشاحنه من هنا لهاد الطريقه؟ غادي تجيني القضيه صعيبه، خصوصا الا كان الحيط كاين هنا. اما الا كان عندك لي سباس بزاف، ممكن هنا عندك لي سباس كتساعدك الميزاكي، يعني كتساعدك باش ترجع للخلف، لكن هذه كتسمى كونتر مان. دائما خوتي كونتر مان راه صعيبه بزاف، سي خصوصا المبتدئين، نتفاداوها في الاول. هي من الاحسن تجي هكذا ودير دوميتور ورجع. فاش غترجع هنا غادي يبان لك الشاحنه تاع اليسار ديالك، تما غادي دير ميزاكي، غادي تجيك ساهله شويه. شنو غادي دير؟ غادي تبقى غادي تخلي مترو بينك وبين هاد الشاحنه هادي. فاش تقرب توصل لها، فاش تقرب تفوتها، كتبدا تقلب كلشي على اليمين. هي كتهرب لك الشاحنه الزاويه 45، انت كتقاد شي شويه وكتبقى غادي. هادشي الا كان الحيط بعيد، الا كان الحيط بعيد تدير هاد الطريقه. الا كان الحيط قريب، مثلا نعطيكم الحيط كاين هنا، انا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نبعد بزاف عاد نقلب، يعني شحال ما كان الحيط قريب لك انت كتبعد، عاد ديك الساعه تقدر دير الميزاكي. علاش؟ فاش كترجع، فاش كترجع مثلا غادي ندور الفولا على اليمين ونرجع، الشاحنه كتبقى تهرب لي على اليسار بهذه الطريقه. ومن الاحسن تقربوا للشاحنه هنا، ملي تكونوا راجعين للخلف قربوا ما امكن لهاد الشاحنه هادي. علاش؟ كاين بعض المرات كتبعد عليها وانت غادي باش كتجي تقلب ما كتشوفش هاد الشاحنه حتى تضربها من الخلف. واحد النقطه مهمه خوتي نسيت ما قلتها لكمش، هي شحال ما هربتي لي سباس خليتيه هنا، شحال ما مزيانه لك باش دير ميزاكي، يعني شحال ما قربتي شحال ما كتكون صعيبه. داكشي علاش؟ على حسب الحيط، الا كان مثلا الحيط اولا الكرياج اولا، الا كان بعيد حاول تبعد كاع، واخا تبعد حتى مسافه طويله كتجيك
الميزه كي ساهله باش دير المارشاريير كتجيك ساهل صح. يعني دائما خلي واحد المسافه كبيره عاد عاد تدخل، ماشي تجي وتخلي مسافه صغيره هنا. وبالنسبه للكونترما علاش قلت لكم صعيبه، ملي كتكون كونترما هي كيكون السائق هنا و يعني هاد كيبقى بالك على اليمين ديالك. مثلا درتي الكونترما نقولوا مثال غادي تقلب على اليسار، كلشي على اليسار، انت راجع والشاحنه كترجع لك على اليمين، كترجع لك على اليمين. هنا ما كتبقاش تبان لك خلف الشاحنه، ما كيبقاش يبان لك، يعني كتولي الرؤيه منعدمه، وهنا كتبقى تبان لك هاد الزجاجه بعيده عليك. انت كتكون هنا وهاد المراه هادي ديال اليمين كتكون بعيده، يعني غادي تجيك صعوبه باش ترجع. تقدر تبقى هابط من الشاحنه ولا هذا، ولا تقيس شي حاجه. اللهم دائما نتفاداو هذيك الكونترمان ونمشي هكذا حتى نولي ان شاء الله نتعلم مزيان. وديك الساعه عاد يعني انا في الاول كنت ندير الميزاكي بعض المرات هكذا، كنبقى مده وانا كندير الميزاكي نعاود ندخل نخرج ندخل باش ما نلقيش شي حاجه، وكان يتدي لي وقت طويل وما كانش يعني شي واحد يفهم لي مزيان ولا. لكن كما قلت لكم دائما جوا بهذه الطريقه احسن. وفاش ترجع للخلف حاول هذا المحور هذا الثاني هذا تجيبو مع الراس الخط هنا. مثلا هذا سمحوا لي ما كملتش الخط، مثلا هذا الخط هذا نجيب هنا المحور الثاني هذا نجيبو هنا. الى دخل هذاك المحور الثاني عرف بلي راه غادي دير الميزاكي مزيانه. ديك الساعه فاش غادي تقلب على اليسار على اليمين عفوا، كتقرب لك الشاحنه على اليسار وانت غادي وكتلعب معها. ولكن الا كنتي هربتي عليه بزاف، مثلا هربتي عليه حتى لهنا عاد دخلتي الشاحنه، غادي ديك الساعه غادي تلقى مشكله وغتبقى خارج داخل، يعني خصك تعاود تخرج حتى لبرا عاد تدخل. اما بالنسبه الى ما كانوش هاد الشاحنات نديرو هادو ما كاينينش، وهاد ليكي ما يعني ما كاين لا حيط هنا لا والو، كتلقى ليكي مخططين يعني هذا. من الاحسن تجي الى غادي نبلاصي هنا اولا، كنجي وكندخل في وسط هاد الخطوط وكنجي وكنبدا نقلب. هادشي الا كان الخيط كما الا كان الحيط قريب، الا كان الحيط قريب خلاص، الا كان بعيد ماشي مشكل نجي حتى لهنا. نعطيكم مثال اخر، عندك هنا الحيط، هذا الحيط مثلا ما عندكش كيفاش دير، عندك هنا ليكي واحد جوج ثلاثة. هادي كنهضر لكم على واحد البلاصه كنا كنديرو فيها ميزاكي، هادي كتكون صعيبه بزاف سيرتو خصوصا المبتدئين. علاش؟ حيت كيكون الحيط هنا قريب بزاف، مازال الا قالوا لك غادي دير هنا الشاحنه كتجيك شي شويه سهله، واخا في صعيبه في كلتا الحالتين صعيبه، ولكن هنا الا قالوا لك ديرها هنا عفوا اولا هنا تما فين كتلقى الصعوبه بزاف. انا دائما كما قلت لكم ما ديروش الميزاكي هكذا، من الاحسن ديروها هكذا كتجي هادي غادي غادي. فاش كتجي توصل لهنا باش غادي دير الميزاكي في هاد البلاصه مثلا، هنا كتلقى الحيط، شنو غادي دير؟ الا كانوا ما كاينش الشاحنات من الاحسن تدخل هنا، تدخل هنا. الا ما كانوش الشاحنات كتدخل هنا، الا ما كاين يعني لا بوطو هنا لا والو، راه اوبليجي عليك غادي تدخل باش تجيك قضيه سهله. غادي تجي لهنا وكتمشي لهنا هكذا راه كتجيك قضيه سهله. ولكن افترضوا كاينين الشاحنات، احنا بعدا كنا الا كانت الشاحنه هنا ما تقدرش بعدا دير الميزاكي هنا، خاص حتى تخرج هذه. نديرو حنا غادي دير الميزاكي هنا، شنو كندير؟ كتجي كتقرب حتى داك المترو راه ما كتخليه نص متر تقريبا بينك وبين الشاحنات، وكتجي لهاد البلاصه هادي وكتبقى غادي 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 غادي. فاش كتوصل لهنا كتبدا لاحظوا معايا كتوصل لهاد النقطه هادي، كتبقى تقلب على اليمين. فاش كتقلب على اليمين تدير مارشاريير حتى توصل لهنا، وكدير مارشاريير وكتبقى قالب على اليمين باش غتهرب لك الشاحنه على اليسار، غتهرب لك على اليسار وحدي من الحيط، ماشي تبقى تحدي غير هاد الجهه وتنسى هاد النقطه ضروريه. شحال من واحد تيبدا يحدي هاد الجهه وكينسى هاد البلاصه حتى تضرب هاد الراس القدامي، شحال من واحد تلقاوه مهرس هاد الراس القدام ديال التراكتور. داكشي علاش تبقى تراقب
عينك ميزانك على اليسار على اليمين، وكتكون واحد المرآة هنا، كتكون واحد المرآة هنا راه كتشوف بها الارض. الا كانت ما مقاداش كتخرج كتقادها باش تشوف مزيان، اولا كتهبط من الشاحنه اللي ما عندكش المرآة مثلا مهرسه اولا الله يحفظ. المهم كتهبط من الشاحنه كما قلت لكم، فاش كتقلب على اليمين كلشي كتهربك على اليسار، انت غادي وكتلعب معاها على اليسار اليمين على اليسار اليمين. المهم حتى تدخل دائما الواحد يمشي يرجع بشويه للخلف، رجع بشويه باش تعلم ان شاء الله. هادشي اللي كاين، وكاين بزاف د الميزاك، يعني الا جيت نحسب لكم راه اكثر من 1000 ميزاكي اللي درت. مازال ان شاء الله فيديو واحد اخر، الا عجبكم الفيديو ندير لكم فيديو واحد اخر ان شاء الله. عندنا مثلا اير دو روبو فين غنرتاح، كندخل من هاد الجهه مثلا كنجي كنلقى الشاحنات مبلاصين هنا، هادو هما الشاحنات مبلاصين هكذا بهاد الطريقه. ها الشاحنه الاولى، الشاحنه الثانيه، الشاحنه الثالثه، هاد البلاصه خاويه. انا جاي من هاد الجهه، هادي هي الطريقه اللي مزيانه. فهاد الجهه كتسمى كونترما، هادي دائما تبعوا الطريقه الاولى من الاحسن. فاش كتجي الى ديك الساعه اقتضى الحال راه غادي تاخذ صعوبه وغادي تبقى تهبط من الشاحنه ورجع، وهادي من الاحسن خذوا هاد الطريقه هادي. غادي تجي لهنا مثلا، غادي نبلاصي هنا، غادي تبقى غادي 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 حتى تتقرب بحال حتى توصل لهنا، وكتبدا تقلب على اليمين، كتقلب المقود على اليمين الفولا، وكتوصل لهاد الطريقه وكتخلي قلب كلشي على اليمين، وكدير مارشاريال. لاحظوا معايا، انت قلبتي كلشي على اليمين ودرتي مارشاريال، هي كتبقى تهرب لك على اليسار، هي كتهرب على اليسار بهاد الطريقه كتهرب، وانت ديك الساعه كتبقى تقاد صافي، كتشوفها كتهرب بزاف على اليسار، ما تخليهاش تهرب لك بزاف، ديك الساعه انت كتبقى تقاد صافي. انت كتبقى غادي تقلب على اليسار كتهرب لك على اليمين، كتعاود تقلب الفولا على اليمين، المقطوره كتهرب لك على اليسار، انت غادي كتقاد كتقاد حتى تدخل. نعطيكم عاوتاني واحد الكليان طحت فيه مؤخرا، حتى هو عندك هذا البورتاي، سمعوني هذا هو البورتاي. هادو كاينين هنا اسباس خاويه ولا كاين هنا مجازات، هنا جاي الكليان. هذا صف فيه هنا مجازا، هنا مجازا، وهنا مجازا فين غادي ليفري. انا جيت بهذا الشكل، درت السينيالات بربعه ديالي وتوقفت هنا. انا قلت مستحيل باش ندخل هنا وندخل هنا، يعني قلت له غادي نحبس لك الشاحنه هنا وانت تجي. هو ما عندوش كيفاش يجي يهز السلعه ديالو. شنو درت انا؟ مشيت حتى لقدام هكذا حتى لقدام، وكانت واحد الطوموبيل مستاسيوني هنا، طلبت منها باش تحيد، حيت ما يمكنش امبوسيبل باش تدخل. حيدت الطوموبيل وزدت، وشنو درت؟ قلبت عاوتاني على اليمين كلشي، باش قلبت على اليمين بدات تهرب لي الشاحنه. انا كنحاول نركز على هاد الجهه، هاد الجهه نقرب لها مزيان، بقات الا قربتي لها وشتي راسك عبارك باللي راه غتدخل قربتي لها ما تخافش من هادي، ولكن الا بعدتي لها راه غادي تضرب هادي. شتي قلبت على اليمين مزيان وبقات تهرب لي الشاحنه على اليسار. ديك الساعه انا كنقلب على اليسار شويه بشويه شويه صافي، كان فاش كنشوف راسي داخل كنبدا نقلب على اليسار مزيان. ديك الساعه الشاحنه كتهرب لي على اليمين، وعينك ميزانك فاش توصل لهنا، فاش كتوصل لهاد النقطه هنا فين كاين الخطر، يعني هنا غادي تبقى تحدي من هاد الجهه، يعني غادي تبقى عينك ميزان كما قلت لكم. في الاخر تحاول تهرب شي شويه هنا على اليمين بهذا، وتعاود هذاك الشيء اللي درت اخوتي، بقيت حاضي هاد النقطه هادي، بقيت حاضيها، يعني كنحاول نقرب لها مزيان ونعاود. المهم كنلعب هنا إيه باش حيت الا عاوتاني بعدتي عليا بزاف تقدر تضرب هاد السور هذا. المهم بقيت حتى دخلت المارشاريير هكذا، ومن بعد عاوتاني فاش جيت نخرج خروج راه ساهل. هي مؤخرا مشيت لعند واحد الكليان، ها كيداير عندو ليكي بحال هكذا، لوكي داير بحال هاد الشكل. وشنو درت؟ جيت لهنا بالشاحنه، وكتلقى واحد الهبطه هنا، ودرت الدومي تور هنا، حيت انا باش ندير هنا المارشاريير هكذا كاين هنا الحيط، ما عنديش كيفاش ندير، يعني غادي نجي غادي ندير الدومي تور هنا، وغادي نرجع
انتم لاحظوا معايا غادي تجي بهذه الطريقه وتبقى غادي. هذه هي الكونترمان، الكونترمان، وغادي تحاول تهرب لهنا بزاف، يعني تهرب حتى لهنا، تهرب حتى لهنا عاد تدور، يعني حاول هرب بزاف عاد دور الشاحنه، ماشي تجي وتدور هنا. حتى الا دورتي هنا ما غاديش تجيب كاع المارشاريال، فاش غادي تجي تقلب غادي تضرب الحيط. هذاك الشيء اللي قلت لكم حاول تهرب بزاف وتجي لهنا. فاش كتجي لهنا ديك الساعه انت كتقلب على اليمين، كتقلب على اليمين راه كتهرب لك الشاحنه على اليسار، كتبقى غادي وكتعاود تتلعب معها. يعني وحاضي حاضي مع هذا مثلا مع هذا الحيط هذا اللي تمشي تقيسو او لا، ديك الساعة تحاول تهرب شوية على اليسار هكذا، وهي راه كتقاد و نتا عاوتاني كتقاديني، ودائما تحاول تهرب على الا شتي راسك ما داخلش تتعاود، يعني تتعاود تخرج وتزيد تبعد بزاف عاد ترجع. نعطيكم عاوتاني مثال اخر. مشيتي شي شركة، هادي هي الشركة، عندهم لي ميزاكي دايرين هكذا، يعني هادو هما لي كي عندهم جوج مثلا او ثلاثه، وكنتي انت جاي من هاد الجهه. دائما اخوتي من الاحسن سيروا حتى لقدامك ما يبان لكم شي مدار او لا فين ديروا دومي تور ورجعوا. فاش غادي ترجعوا خاصكم كما قلت لكم تبان لكم الشاحنات على اليسار ديالكم او لا لي كي على اليسار، باش الا جيتي دير ميزاكي هكذا راه صعيبه بزاف. اغلبيه كتلقى الشركات يعني كتلقى مساعده باش تلقى دير الميزاكي هكذا غالبا، ولكن الى اقتضى الامر وما لقيتيش فين دير دوميت ديك الساعه تدير الميزاكي كونترمان صعيبه، خصوصا الا كانوا السيارات تيدوزو غادي تعرق السير وتقدر تقيس شي حاجه وخصك تبقى تهبط وتطلع. يعني لما هذا الشيء تنقول لكم فاش كتكونوا مبتدئين في الاول، وكاين ناس يعني تعلموا المارشارير ومازال الميزاكي كتغلبهم. داك الشيء علاش قلت لكم تجيو بهذه الطريقه هذه ويبان لكم الكي على اليسار، وديك الساعه شنو غادي دير؟ غادي تجي هكذا غادي تعوج الشاحنه مثلا، بغيتي تدخل مثلا هنا غادي تجي وتبقى تعوج الشاحنه هكذا رادار، وغادي تقول للسيارات غادي توقفوا لهذا، وديك الساعه غادي دير كما قلت لكم تقلب كلشي على اليمين، تقلب كلشي على اليمين وهي كتهرب لك الشاحنه على اليسار، وانت غادي وكتقاد كتلعب معها غادي وكتقاد. فاش كتهرب على اليسار راه كتهرب لك على اليمين، كتدور المقود اي الفولان على اليمين كتهرب لك على اليسار بهذه الطريقه حتى تدخل. هادشي اذا كان عندي ريسبونس كبيره هنا، ملي كان الشانتي صغير مثلا الشانتي صغير شنو كندير؟ كنمشي نيشان، كنمشي نيشان واخا كيكونوا السيارات جايين من هنا. انا كنت ندير واحد المارشارير عند واحد الكليان، كيجيو السيارات كنوقفهم هنا، كنحاول نوقفهم هنا، كنجي هنا وديك الساعه شنو كندير؟ عاد كنقلب على اليمين وكنبقى غادي وكنقلب والشاحنه كترجع لي على اليسار. انا عيني ميزاني كما قلت لكم وحاضي من لهنا لمشي نقيس الشاحنه، ديك الساعه صافي كان الا كنتي غدير هنا غادي تجيك صعيبه بزاف، ولا كنتي غدير هنا غادي تجيك شويه سهله. هذاك الشيء اللي يعني عينك ميزانك خوتي. نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا كما قلت لكم الرجوع للخلف يعني لي ميزاكي كاينين بزاف بزاف، يعني لا قلت لكم اكثر من 1000 ميزاكي اللي درت ملي بديت الخدمه. كل مره كتلقى رجوع للخلف عند شركه في شكل، شركه واحده اخرى في شكل، كاين اللي كتهبط بحال هبط لاكاب، كاين اللي كتجيك في الطلعه، كاين اللي كتجي، المهم دائما كاين اختلاف. هذاك الشيء الواحد دائما في الاول يرجع للخلف، يرجع بشويه ويخدم عقله كما قلت لكم، يخدم الواحد عقله وما يكون غير خير ان شاء الله. الاساس هو الواحد ما يضربش الشاحنه، ما يتعيبش مع الكليان، ما يمشي كما يكون بالعقل. اللي ما مشتركش في القناه بغى يشترك مرحبا، ولا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب. وهادشي اللي كاين اخوتي، والسلام عليكم ورحمه الله، وشكرا على التتبع ديالكم، الله يعاونكم.